بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كلمتين ونص، واللي السنة دي بنتكلم فيه عن الثورة والثوار والتمرد والتغيير، سواء التغيير عبر الثورة الجماهيرية الحاشدة أو عبر السلوك السلبي في التعامل مع النظام، الاعتصام، العصيان، أو من خلال المقاومة، سواء هذه المقاومة كانت مقاومة مسلحة أو مقاومة جماهيرية تمنع القوى المستبدة أو الاحتلال أنه يقوم بأعمال إجرامية، اللي هو ثقافة الحشد، أن الناس تبقى موجودة، فلما يشوف الخصم يشوف ناس كتير يرتدع، يعني إذا كانوا بيرتدعوا يعني. النهاردة هنتكلم على مهندس كارمشاند غاندي، اللي هو المهاتما غاندي، يعني مهاتما يعني القديس أو صاحب النفس العظيم، اللي اتولد في أكتوبر 1869 في منطقة في ولاية أو إقليم جوهارات في الهند. مهاتما غاندي اللي انت بتشوف صورته وهو لابس النظارة وكده مش عارف ايه، فكر ان هو وكان بيعمل امتناع عن الطعام واضراب وهو الاخر، ده ابن ناس كويسين يعني، ما يغركش منظره ان هو ما كان بيمشي حافي او بيلابس شبشب كده في رجله، لا ده ابن ناس. وكان ابوه كان رئيس وزراء امارة بور بندر. ومهاتما غاندي كان عفريت، كان متجوز هو عنده 13 سنة. لو عرفوا دلوقتي ان هو اتجوز وهو صغير ممكن يطلعوا فتوى بقتله، عشان دي كانت التقاليد الهندية. مهاتما غاندي عشان ابن ناس هو طبعا مشهور عندنا في الكتب وفي التاريخ بانه الراجل بتاع ثقافة اللاعنف، يعني هو يقاوم الاحتلال البريطاني بثقافة اللاعنف، قاوم السلمية، بس كمان كان بيقاوم الاحتلال وبيدافع عن المنبوذين. بيفكرك بجيفارا، ما هو كل الجيل ده المنطقة دي الزمن ده جاب ناس حلوة قوي، وهو قاوم الاحتلال البريطاني وطالب الهندوس باحترام حقوق المسلمين. الحقيقة برضو كالعادة أبراهام لينكولن حرر العبيد، وقف ضد روتشيلد واليهود المصرفيين، قتله واحد يهودي. اللي قتل غاندي هو واحد من الهندوس متعصب، قال له انت جاي تدي المسلمين بتوع باكستان حق الانفصال، لا ده انت تروح تشوف لك حتة قبر يلمك. مات وهو عنده 79 سنة. عاوز اقول لك ان غاندي ما كانش واحد جاي من الحارة ولا من الشارع ولا ابن طبقة فقيرة، قلت لك انا غاندي راح تعلم القانون في بريطانيا اللي هي محتلة بلد، وخلي بالك الحكاية دي لانها مهمة جدا. وهو صاحب نظرية اللا عنف اللي هو ستياراها عشان تبقى فاهم، قولها ورايا ستياراها. وهي مجموعة من المبادئ اللي بتقوم يعني فيها خلطة حبة دين على حبة سياسة على حبة اقتصاد. كن شجاع، واجه بالحقائق، لا تواجه بالعنف، وانت هتهزم عدوك عن طريق الوعي العميق بالخطر المقبل، ان انت لو ما عملتش كده وواجهت دلوقتي وبسلمية بعدين هتضيع كل حاجة. عشان في ناس بيقولك لا سلميتنا اقوى من الرصاص دي، لكن الحقيقة ان هو مات بالعنف، دعا الى اللا عنف ولكنه مات بالعنف. والحقيقة انه كان بيحارب الانجليز ويحارب معاهم، يعني لما حضرتك تفر كده على التاريخ وتشوف الدنيا تعرف انه زي ما عمل عصيان مدني بالصيام والمقاطعة ومش عارف وايه 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 وايه، وقال لك اخش السجن احسن ما نروح في النهاية الى مسألة العنف، انه هو كان يعني في وقت الاوقات رافض للاحتلال طول الوقت، لكن لما جاءت الحرب العالمية قالوا له حارب معانا وهنديك حريتك. الحقيقة انه للأسف يقع الثوار، كان منهم غاندي ونقع نحن كلنا، في خطأ انه الخصم ممكن يبقى يمنحك شيئا
لن يمنحوك شيئا، لن يمنحوك شرفا. حقيقة انه غاندي قاوم الانجليز وقاوم الفقر والجوع في المناطق في عالم المنبوذين. وغاندي هاجر او اضطر للهجرة او سافر، راح كان بيشتغل في مكتب محاماة سنة 1893 في جنوب افريقيا، وقال انا هروح اقعد سنة، ركز معايا لان الكلام ده مهم. فقعد هناك 22 سنة، رجع من هناك وهو عمره 62 سنة، راح 46 سنة رجع 62 سنة، قالك اتعلم التجربة بتاعت جنوب افريقيا وافهم الدنيا ايه، وفي جالية هندية كتيرة هناك. لما رجع خلال 5 سنين اتكونت شعبيته الكبيرة في الهند، فكان بيناضل في اتجاهين، الاحتلال والعمل الاجتماعي. يعني باختصار غاندي جمع الإنسانية والرحمة بشعبه والقوة الغير عنيفة في مواجهة المحتل. من كلامه المهم جدا وأنا أنقل حرفيا عنه، إننا سوف نكسب معركتنا لا بمقدار ما نقتل من خصومنا، ولكن بمقدار ما نقتل في نفوسنا الرغبة في القتل. وله تعبير غاية في الجمال أرجوك تنتبه له خصوصا الأيام دي، أرجوك وانت بتشاهد البرنامج اسمع كلمتين. بيقول إيه؟ ليس كل سقوط النهاية، فسقوط المطر أجمل بداية. وحارب عدوك بالسلاح الذي يخشاه لا بالسلاح الذي تخشاه. غاندي أسطورة كبيرة انتهت بالدم، رغم أنه بدأ باللا عنف وعمره ما استخدم السلاح ضد حد ولا ضد الانفصاليين المسلمين اللي الهندوس قتلوه، معتقدين أنه منح المسلمين أرضا لا يستحقونها مع أنهم شركاء وطن على مدار السنين. خلصت حكاية عم غاندي النهاردة، وبكرة نكمل في كلمتين ونص.